حرج أبناء مديرية خنفر كبرى مديرية محافظة أبيان بمسيرات جماهيرية للمطالبة بتغيير قيادة السلطة المحلية ممثلة بمأمور المديرية، وذلك بسبب قضايا فساد وسوء الإدارة حسب وصفهم، والذي انعكس تأثيره سلبيا على الخدمات الأساسية للمواطنين. مطالبة برحيل مدير عام مديرية خنفر الذي شغل منصبين مدير عام وأمين عام القسم المحلي. رأس الفساد في المديرية، عاث في المديرية فساد. المديرية لا مشاريع لا طرقات، أعتقد أنتم لو صورتوا هنا بتلاقوا القمامة عند مبنى المديرية. المواطن في خنفر يعاني. نطالب المحافظ أولا بإقالة المأمور خنفر فورا، وإن لم يستجيب محافظ أبيان سوف نصعد المسيرة الثورية إلى الجبار أمام بوابة المحافظ، وإلا نطالب بإسقاط الاثنين. المواطنين أكدوا رفضهم لاستقلال السلطة والنفوذ الحكومي واستخدام القوة في القضايا الخاصة بالأراضي، والتي كانت الشرارة الأولى للغضب الشعبي والخروج للشارع والمطالبة بتغيير رأس هرم السلطة، بالإضافة إلى العبث بالمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات المانحة لمواطني خنفر ونواحيها وحرمان مستحقيها. خرجنا نتيجة للظلم والاضطهاد الذي كان، وكذلك الفساد الذي استشير في اطار المديريه بقياده اللي هي مدير عام المديريه، ولم يكن هذا الاساس بشكل ايزي. الاخر المامور وقف ضدنا وقفه غير عادي بشكل خاص في الرواء، عمل على يعني تنظيم جانب اللي هو الهجوم على القريه، بانه استعان بمجموعه من المسلحين وهجم على منطقه الرواء ذريعه ان المنطقه تخصهم. الشعب ده خرج من ظلم، ما خرج من 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 من, من سلام، ولا خرج من يعني يتفاخروا بنفوسهم. لا يا ابني، خرجوا من جوع، خرجوا من ضمع. والله العظيم انا مواطنه ادور بين الناس، دخلت بيت بيوت حصلت الذباب فاق علوكم، حصلت الجوع فاقهم يا ابني. والله العظيم اقول لك الصدق، وهذا الشعب خرج من قهر، ما خرج من سلام يا ابني. والله العظيم كما ضحينا بشهداء ضحينا بجرحى، كما الفتاة معنا عصابة تحكم. مديرية خنفر هي كبرى مديريات محافظة أبيان وأكثرها توريدا لخزينة المحافظة، إلا أن مستوى الخدمات والمشاريع التنموية فيها يشهد تراجعا ملحوظا لا يرتقي بحجم المديرية التي تمتاز بمواردها الزراعية والسمكية والصناعية. هكذا عبر أبناء مديرية خنفر بمحافظة أبيان عن رفضهم لقيادة السلطة المحلية بالمديرية وسوء إدارتها وانتشار الفساد حسب وصفهم، فهل تتجاوب معهم قيادة المحافظة وتلبي مطالبهم؟ لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبيان.